السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعونا فيها. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يختار المنتخب الوطني المرابطون كأفضل منتخب إفريقي خلال العام 2018. ترقب في نواكشوط لمسيرة يحضرها الرئيس الموريتاني ضد خطاب الكراهية والتفرقة وتقاطعها أحزاب مقتدى المعارضة. البنك المركزي الموريتاني يعلن في بيان صادر عنه أن الأوراق النقدية الممزقة صالحة للتداول والدفع. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف المنتخب الوطني المرابطون كأحسن منتخب في القارة الإفريقية خلال العام 2018، وقد تم الإعلان عن ذلك خلال حفل رسمي أقيم بالعاصمة السنغالية دكار، وذلك بعد أسابيع على تأهل المنتخب الوطني للمرة الأولى إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019. هنيئا للمنتخب الوطني بهذا الاختيار. ونبقى في الرياضة، حيث من المرتقب أن يبدأ رئيسا الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم زيارة لموريتانيا الأربعاء، إضافة إلى عدد من نجوم كرة القدم بينهم اللاعب الدولي السابق ديدييه دروغبا. وبحسب الاتحادية الموريتانية لكرة القدم، فإن الوفود الرياضية ستحضر حفل التدشين الرسمي لملعب شيخة والبيدية بعد انتهاء أعمال الترميم والصيانة التي خضع لها. من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فوز جمهورية مصر بتنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، وستكون أمامها 6 أشهر لإنهاء استعداداتها لاحتضان النهائيات الإفريقية للمرة الخامسة في تاريخها. وسيكون المنتخب الوطني المرابطون من ضمن المنتخبات 24 التي ستحط بمصر للمشاركة في نهائيات الكأس، وذلك للمرة الأولى في تاريخه. إلى شأن منفصل، حيث تستعد الحكومة الموريتانية لتنظيم مسيرة صباح الأربعاء يشارك فيها الرئيس محمد ول عبد العزيز، تنطلق من شارع جمال عبد الناصر في العاصمة نواكشوط باتجاه ساحة المطار القديم، حيث تنتهي بخطاب جماهيري هناك. ويقاطع المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة هذه المسيرة، فيما تشهد مشاركة كتلة المعارضة المحاورة، وتتباين آراء الشارع الموريتاني بشأنها بين مرحب بها ومناوئ لها. نتابع. المسيرة الحكومية المرتقبة الأربعاء في نواكشوط والتحضيرات الجارية لها تتصدر المشهد السياسي في موريتانيا هذه الأيام، بل إنها جددت السجال بين الموالاة والمعارضة في البلاد على بعد أشهر من حلول موعد الانتخابات الرئاسية. وتتفاوت آراء الشارع الموريتاني بشأن المسيرة المرتقبة بين من يصفها بالمهمة في تاريخ البلاد لكونها تأتي بهدف محاربة خطابات الكراهية من أجل الحفاظ على الأمن والسلم. هذه المسيرة اللي تخلق مهمة جدا، ويرى الشعب الموريتاني كامل يمشي شوارع بها. المسيرة تتكلم عن موضوع مهم، هي الكراهية والعنصرية، وهذا هو يهدد المجتمعات كاملة. المجتمعات كاملة في أي بلد يهددها هذه الشرائح والقبلية والجهوية. وبالتالي يالله جميع السياسيين وجميع الناس وجميع المواطنين العاديين يمشوا لهذه المسيرة من أجل يعبروا عن لله في أخلاقهم كاملين، فهذا لا يخلق الصبر. الحل الأكثر نجاعة يكمن في الجلوس على طاولة الحوار والمضي قدما في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين مكونات المجتمع، يقول آخر. أنا أرى أن هذه المسيرة أنها ما هي الحل للمشاكل الأساسية. المشاكل الأساسية للكراهية تعمل في نشر العدالة والقيم الأخلاقية، وأعلن الدولة أنها ترى أن هذه المسيرة أعلنها لا تسبب لا تفكك الاجتماعي بين الشعب والنعرات، وتسبب لا نعرات فيه
اعلن ان حد يداوي اعلن يحس كراهيه ونعود معدل العداله بين جميع اطياف المجتمع، لان هنا ياسر من الناس قاعد عنده مشاكل وعند الدوله على انها تقبل هذه المشاكل بعين الاعتبار وتحلهم بدل من مسيره لا تقدم ولا تاخر. وكانت الوزارة الأولى قد دعت في بيان صادر عنها قبل أيام لمسيرة الأربعاء سيشارك فيها الرئيس محمد عبد العزيز ترفع شعار مناهضة خضاب الكراهية والتحريض على التفرقة. وقد أعلن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة في بيان صادر عنه رفضه المشاركة في المسيرة ودعا لحوار وطني تشارك فيه مختلف الأطراف. فيما أعلنت كتلة أحزاب المعارضة المشاركة في حوار 2016 مشاركتها في المسيرة دعما للوحدة الوطنية ووقوفا في وجه خطاب الكراهية وفق ما أعلن بيان صادر عنها. ومعنا في الاستوديو محمد سالم الداه نقيب الصحفيين الموريتانيين، أهلا وسهلا. لأن مسيرة وطنية ضد خطاب الكراهية والتفرقة أو ضد التحريض على التفرقة، ما الذي يمكنها برأيك أن تحققه في التصدي لهذا الخطأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. لا شك أنكم تدركون جميعا وتتابعون معنا أنه خلال السنوات الأخيرة ظهر ما يمكن أن نطلق عليه خطاب الكراهية، لكن هذا الخطاب لا ينحصر في فئة معينة بقدر ما ينحصر داخل كل الفئات. وهذا الخطاب أيضا له أبعاد سياسية وله أبعاد اجتماعية. أعتقد أنه ما دامت الحكومة الموريتانية حصلت أو انتبهت في مرحلة من المراحل أن هناك خطابا بدأ يتفشى داخل هذا المجتمع وداخل مكونات هذا المجتمع ويأخذ أكثر المفردات تأثيرا وقوة في الساحة وتغذيه أيضا الكثير من الوسائط والكثير من الحركات السياسية سواء كانت معارضة أو موالية أو حتى حركات طالب طابع مجتمعي أو طابع مطلبي مجتمعي. كيف ترون مستوى انتشار خطاب الكراهية اليوم في موريتانيا وما الأسباب؟ على كل حال صحيح يمكن أن نقول أن خطاب الكراهية على كل حال هو أكثر حضورا داخل وسائل التواصل الاجتماعي أكثر منه حضور داخل يعني بشكل ملموس داخل منظومة المجتمع بشكل عام سواء كان داخل العواصم الكبرى أو سواء كان داخل في العمق الموريتاني. هذا الخطاب تتعاطاه بشكل أكثر حيوية بعض النشطاء داخل شبكات التواصل الاجتماعي سواء كانوا حقوقيين أو سواء كانوا حتى سياسيين من هذا الطرف أو من ذلك الطرف. أما عامة تشكيلات المجتمع عامة المواطنين في الحقيقة لحد الساعة لا زال الكل يعني يمكن أن نقول أن أغلبية كبرى من المجتمع البريطاني لا تتعاطى مثل هذا الخطاب، لكن له حضور قوي داخل منظومة شبكات التواصل الاجتماعي، وطبعا هذا يؤثر على الانتليجنسيا ويؤثر على قوى معينة خصوصا القوى الشبابية وقوى المحرضة الأخرى وبالتالي تشكيلات أخرى من نمط آخر، لكنه لحد الساعة حضوره قوي داخل هذه الشبكات وهي أداة من أدوات التواصل الراقي المتطور الذي يستخدم التقنية المعاصرة وتستفيد منه القوى الخارجية. طيب البعض يطالب بفكرة حوار وطني جامع يبحث سبل تجنب البلاد مخاطر الكراهية، هل الحاجة قائمة برأيك إلى هذا إلى ذلك؟ مهما كان الحوار يظل مطلبا هاما وضروريا في كل مرحلة من المراحل خصوصا في المرحلة التي نعيشها الآن والتي يعيشها العالم وتعيشها المنطقة من حولنا وهي مرحلة مضطربة سياسيا ومضطربة أمنيا ومضطربة اجتماعيا واقتصاديا، ويتطلب هذا يتطلب نوعا من الوعي ويتطلب أيضا نوعا من المواكبة وأيضا نوعا من التفكير الاستراتيجي والاستشراف الاستراتيجي لما ينتظرنا جميعا، خصوصا أن البعد الاجتماعي خصوصا أن مجتمع كمجتمعنا هو مجتمع متنوع في ظل دولة متنوعة أيضا في ظل دولة لحد الساعة لم تحسم هويتها بالشكل المطلوب وفي ظل دولة أيضا مقبلة على وضع اقتصادي وثروات متنوعة وفي ظل دولة أيضا محاطة بدول أخرى بعضها يعيش أوضاعا أمنية متأزمة وبعضها الآخر يعيش أوضاعا أخرى أو تنتظره أوضاعا أخرى من نمط آخر. في الحقيقة هذا كله يتطلب منا كنخب وكنظام وكمعارضة وكحكومة أن نكون جميعا على مستوى
هذه التحديات التي، وبالتالي أنا أعتقد من وجهة نظري الخاصة أن إذا ما دعت الحكومة أو دعت المعارضة أو دعت الأغلبية أو دعت النقابات أو دعت الهيئات أو دعت المنظمات إلى أي مسيرة من هذا الشكل، لا بالنسبة لي وكتحرير مني لا أرى مبررا لمقاطعتها تحت أي ظرف من الظروف، خصوصا إذا كانت ضد الكراهية وضد خطاب الكراهية، وأيضا إذا كانت تريد أن، والحكومة بما أنها هي المسؤولة الأولى عن هذا الموضوع. إذن في هذا السجال السياسي بين الطرفين الموالي والمعارض ترى أن قرار المقاطعة لا، أنا بالنسبة لي يعني في طريق كمراقب لا أرى أن المقاطعة، قرار المقاطعة كان قرارا صائبا. صائبا؟ كان صائبا، لم يكن صائبا. لا أرى أنه كان صائبا قرار المقاطعة الذي تبنته المعارضة. طيب أي دور للإعلام في التصدير لخطاب الكراهية والتحريض على التفرقة؟ طبعا دور الإعلام دور كبير، ولكن هذا الإعلام لا بد من أن يكون على مستوى هذه التحديات. إعلام كإعلامنا للأسف في الوضعية التي يعيشها لا يمكن أن يلعب دورا في هذا الإطار. إعلام مهمش، إعلام مفقع، يعني إعلام يعيش وضعا اقتصاديا مأساويا، إعلام مؤسساته إعلامية لا تكاد تجد ما يمكنها من الاستمرارية، إعلام فوضوي، إعلام أخلاقيات مهنة فيها مضروبة بعرض الحائط. ماذا تنتظر من إعلام من هذا النمط؟ لن يساهم إلا بطريقة سلبية إذا ظل الوضع على هذه الحال. سيكون سندا لما نراه وما نشاهده وما نتابعه على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي لغياب الحرفية ولغياب المهنية ولغياب المؤسسية. وبالتالي أنا لا أنتظر من الإعلام الوطني أن يلعب دورا، وهو لا زال ينظر إليه بهذه الطريقة، وأيضا وكأنه يعيش يعني في بلد آخر. وبالتالي غريب أن بلدا يعرف أن الإعلام اليوم أصبح يعني هو جيش متكامل بكافة بكل جهوزيته، ورغم ذلك نترك إعلامنا بهذا المستوى وبهذه النمطية من الإخبار وبهذا المستوى من الأداء. وبالتالي أيضا في ظل غياب مؤسسية كاملة ودعم كامل وتأطير كامل وتنظيم كامل. نقيب الصحفيين الموريتانيين محمد سالم الداه، شكرا جزيلا لك. شكرا. نظم المركز الموريتاني للحوار والثقافة ندوة في نواكشوط تحت عنوان من أجل خطاب وطني جامع. قال الأستاذ الجامعي الدكتور نانو المامي أن لدى الدولة الموريتانية إرادة سياسية لخلق اندماج مجتمعي، لكن الأدوات غير موجودة بفعل غياب ثقافة سياسية جامعة يتربى عليها الجميع من أجل تقاسم نفس التصور بشأن الوطن المشترك بين هذه المكونات، لأنها هي تريد التلاقي التلقائي، لكن هناك اندماج بفعل الإرادة السياسية للدولة، وهذه الحقيقة ما وجدت أدواتها لحد الآن. لا توجد عندنا ثقافة سياسية جامعة نتربى عليها كلنا من أجل أن يكون عندنا نفس التصور لهذا الوطن المشترك بيننا. لا توجد سياسات حتى على المستوى الاجتماعي، يعني نحن اليوم في حاجة إلى أن نوائم أو ما بين القيم الاجتماعية الدينية الثقافية وبين الواقع. من جانب آخر، قال الأستاذ الجامعي الدكتور ديدي والسالك إن النخبة السياسية والثقافية الموريتانية لا تمتلك خطابا جامعا مشتركا بينها. وانتقد والسالك خلال الندوة المنظمة من طرف المركز الموريتاني للحوار والثقافة غياب وجود خطوط حمراء وعدم إنتاج خطاب موحد في مختلف المجالات. إذن لا النخبة السياسية والنخبة الثقافية لا تمتلك خطاب لغة واحدة تشتركه، كل كما يقال يقني على ليلة، وكل يستخدم المصطلحات التي آخر إبداعات فيها ما لاحظناه في الأيام الأخيرة في المصطلح الوطني مصطلح فضمة. إذن كل يستخدم اللغة التي يراها مناسبة، وليست هناك خطوط حمراء وليست هناك لغة مشتركة نتحدث حولها لكي ننتج خطابا موحدا حول إشكاليات التنمية، لكي ننتج خطابا موحدا حول المدرسة، لكي ننتج خطابا موحدا حول خطاب السياسي، الخطاب السياسي من خلال الأحزاب السياسية، لكي ننتج خطابا موحدا حول رؤيتنا للعالم وحول رؤيتنا لموريتانيا بعد عقدين من الزمن، ما هي موريتانيا التي نريد. إذن النقطة الخامسة لكي لا أطيل هو العجز في التنمية. تماما، هو هاي النقطة الأخيرة، العجز في التنمية هو أنه الدولة خلال قرابة 60 سنة الماضية لم تحقق من متطلبات التنمية اللي بتعريف الأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة توسيع الخيارات، أي مجال.
أعلن البنك المركزي الموريتاني في بيان صادر عنه أن الأوراق النقدية الممزقة صالحة للتداول والدفع لدى المؤسسات المالية، وذلك بعد أشهر على عدم تداولها. وأوضح البيان الصادر عن البنك المركزي أنه بمجرد إلصاق الأوراق النقدية بشريط لاصق على غرار ما كان يحصل مع الأوراق النقدية القديمة، فإنها تصبح صالحة للتداول. التفاصيل في هذا التقرير. البنك المركزي الموريتاني يعلن في بيان أن الأوراق النقدية الممزقة صالحة للتداول في عمليات البيع والشراء والدفع لدى المؤسسات المالية بمجرد إلصاقها بشريط لاصق كما هو معهود، خطوة كانت محل ترحيب من عدد من المواطنين الموريتانيين، حيث شاع بعيد بدء التعامل بالعملة ذات القاعدة منزوعة الصفر أن الأوراق الممزقة غير صالحة. هذه الرواية بالنسبة لي أنا وبالنسبة لجميع المواطنين الموريتانيين، زينا عندهم اللي كانت تقصده 2005 و1000 ما يقدر يسرق منها سوق مبراية يقولوا لها هي ما تعمل، هذه أركاتية مقومين وزين عندنا، زين عندنا حتى زين أنا عدلت البنك المركزي الموريتاني بهذا التفعيل. أما العاملون بتبديل العملات لدى البنك المركزي وإن أعربوا عن ترحيبهم بالإجراءات الجديدة للبنك المركزي، إلا أنهم اعتبروا أن المشكلة المطروحة لديهم هو تبديل مخزونهم من العملة القديمة. يا غرم اللي الفضل الأولى سابقتها راي عندنا هون منها الناس تجيب منها 200 ألف 500 ألف مليون ولو بدلت وموقفت نبقوا الدولة تفتح لها مجال ذل عند المواطن منها يبدل. وكانت فترة تبديل العملة القديمة لدى البنك المركزي قد انتهت مع نهاية العام المنصرم، وجاء بيان البنك الأخير في هذا الإطار حيث شكر مستخدمي العملة الوطنية على روح المسؤولية التي تحلوا بها في فترة الاستبدال، محذرا من أن الأوراق النقدية المشوهة رسما وكتابة غير قابلة للاستبدال، وأن مشوهيها معرضون للمتابعة القضائية. إقليميا، خلف هجوم شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية 8 قتلى وعددا من الجرحى ولم تعرف بعد الجهة التي نفذته. يأتي ذلك في وقت ينتظر فيه الكونغوليون الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 30 من شهر دجنبر الماضي، وتعتبر مدينة بنين التي تعرضت للهجوم مسرحا للهجمات المسلحة منذ أكتوبر عام 2014 وتعاني من انتشار الإيبولا. التفاصيل في التقرير التالي. هجوم مسلح بمدينة بني شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية يخلف 8 قتلى وعددا من الجرحى، وفق ما أكد المتحدث باسم الجيش الكونغولي بالمنطقة في تصريح نقل عنه. وتعتبر المدينة مسرحا للهجمات المسلحة منذ أكتوبر عام 2014، وتوصف بأنها بالإضافة إلى كونها مسرحا لأعمال العنف منذ سنوات باتت فريسة لداء الإيبولا. ويأتي هذا الهجوم المسلح في وقت لا يزال الكونغوليون ينتظرون الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية لمعرفة الخليفة الجديد للرئيس منتهي الولاية جوزيف كابيلا، وهي الانتخابات التي استثنيت منها 3 مناطق بغرب وشرق البلاد إلى غاية شهر مارس القادم، وذلك بسبب استمرار أعمال العنف وداء الإيبولا فيها. وكانت لجنة الانتخابات قد أجلت موعد تقديم نتائج الانتخابات التي أجريت في 30 دجنبر من 6 يناير إلى الأسبوع الجاري دون تقديم تاريخ محدد لذلك. ويثير تأخر إعلان النتائج مخاوف داخلية وخارجية بشأن تزويرها، وكانت الكنيسة الكاثوليكية قد أعلنت في وقت سابق أنها تعرف الفائز بالرئاسة، وحثت اللجنة الانتخابية على توخي الصدقية والعدالة، كما دعت أطراف خارجية بينها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي إلى أن تعكس النتائج خيارات الناخبين، كما دعت خارجية دولة بلجيكا المستعمرة السابقة للكونغو الديمقراطية كينشاسا إلى الإعلان عن النتائج بعد مرور 9 أيام على إجراء الاقتراع. ويعتبر مرشح الائتلاف الداعم للنظام إيمانويل رمزاني شاداري
والمرشحان المعارضان مارتن فايولو وفيليكس تشيسكيدي أبرز المتنافسين على خلافة كابيلا. وتوصف انتخابات الكونغو بالتاريخية، حيث تسعى البلاد من خلالها إلى إجراء أول تناوب سلمي على السلطة منذ استقلالها عام 1960. مغاربيا، تباحث المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مع عدد من المسؤولين الجزائريين خلال زيارة أدها للجزائر، وقد تركزت المباحثات على أوضاع المنطقة ومستقبل السلام في ليبيا. وقالت الخارجية الجزائرية في بيان صادر عنها إن الزيارة تدخل في إطار التشاور بين الجزائر والأمم المتحدة حول الأوضاع بليبيا، وأن مخطط الأمم المتحدة لتسوية الأزمة الليبية يعتبر أبرز محاور نقاشها. تفاصيل فنتابعها في سياق هذا التقرير. أجرى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا غسان سلامة مباحثات مع المسؤولين الجزائريين حول أوضاع المنطقة ومستقبل السلام في ليبيا. وقال وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل في تصريح صحفي للتلفزيون الجزائري عقب اجتماعه مع سلامة: تحدثنا حول الأوضاع في هذا البلد الشقيق وسبل دعم مسار التسوية الذي تقوده الأمم المتحدة. وقد أكدت مجددا خلال هذا اللقاء على موقف الجزائر الداعم لحل سياسي قائم على الحوار الليبي والمصالحة الوطنية. وبحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية فإن هذه الزيارة تدخل في إطار التشاور الدائم بين الجزائر والأمم المتحدة حول الوضع في ليبيا، وستسمح بمناقشة التطورات المسجلة في ليبيا على المستوى السياسي والأمني وتطبيق الإجراءات المتخذة في إطار مخطط عمل الأمم المتحدة من أجل تسوية الأزمة الليبية. وتدعم الجزائر مجمل مساعي الأمم المتحدة للحوار والمصالحة في ليبيا، وتشجع كل الأطراف الليبية على الحوار وتقديم التنازلات لبدء مسار بناء توحيد مؤسسات الدولة الليبية ودمجها من جديد. من جهة ثانية، كان محمد العباني رئيس المؤتمر الوطني العام الجامع الليبي قال إنه سيعلن عن موعد أول لقاء بين الأطراف المحلية خلال أيام في تونس. وأضاف في تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك الروسية إن المؤتمر المرتقب بين الأطراف الليبية يهدف إلى التقاء الأطراف الليبية ومناقشة كافة الأمور الخلافية وبحث حلها أو التوافق عليها قبل المؤتمر الليبي الذي ترعاه البعثة الأممية برعاية غسان سلامة والمرتقب عقده في يناير، وهو الذي سيصدر القرارات الملزمة للأطراف الليبية. وأن المؤتمر الوطني الليبي الجامع الأول مجرد لقاء تشاوري وتفاهمي حول الآفاق المستقبلية لمسار الجلسات لذلك الحوار. وتابع أن المؤتمر الحواري سيعقد في تونس في المرة الأولى للتعارف والتراضي والاطمئنان، وينطلق بعد ذلك إلى طرابلس وبنغازي وسبها بحضور كافة الأطراف الليبية في الشرق والغرب والجنوب. ويأتي المؤتمر في ظل حالة من التباين بين الأطراف السياسية، خاصة فيما يتعلق بالاستفتاء على مشروع الدستور الذي طعن فيه من قبل أعضاء هيئة الدستور وبعض الأعضاء من البرلمان الليبي، بينما استحثت عدة أطراف سياسية هيئة الدستور بإخراج الدستور ووضعه للشعب الليبي وتحديد مسار للموافقة عليه. يبدأ وزير الشؤون الخارجية الجزائرية عبد القادر مساهل جولة تشمل عددا من الدول الإسكندنافية تستمر 4 أيام، ينتظر أن يستهلها من الدنمارك، وتتركز على القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وبحسب وزارة الخارجية الجزائرية فإن جدول أعمال جولة مساهل تتصدره قضايا الأوضاع بمنطقة المغرب العربي ومنطقتي الساحل والشرق الأوسط. نتابع. وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية تعلن أن وزير خارجية البلاد عبد القادر مساهل سيبدأ جولة رسمية إلى البلدان الإسكندنافية تمتد على مدى 4 أيام ابتداء من يوم الأربعاء. الوزير الجزائري سيستهل جولته من العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وسيغادرها الجمعة إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي. وسيتبادل مساهل خلال جولته وجهات النظر مع المسؤولين الإسكندنافيين حول القضايا الإقليمية الكبرى ذات الاهتمام المشترك. ووفق وزارة الخارجية الجزائرية فسيتصدر هذه القضايا الوضع في منطقة المغرب العربي وقضية الصحراء الغربية والأزمة في ليبيا والساحل وإفريقيا والشرق الأوسط، وكذا العلاقات بين الاتحاديين الإفريقي والأوروبي، بالإضافة إلى بعض القضايا المرتبطة بمكافحة الإرهاب وإشكالية الهجرة. وبالإضافة إلى القضايا السياسية القارية والإقليمية، تهدف جولة مساهل إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية مع البلدان الإسكندنافية، حيث ستكون الشراكة الاقتصادية والتجارية مع آفاق تطوير التعاون مستقبلا حاضرة
على طاولة النقاش. وتعقب جولة رأس الدبلوماسية الجزائرية زيارة كان المبعوث الأممي إلى ليبيا قد أداها للجزائر مؤخرا، بحثت مستجدات الوضع في البلد المغاربي الجاري للجزائر، كما تأتي أسابيع بعد مشاركة الجزائر في مفاوضات جنيف الأخيرة حول قضية الصحراء الغربية التي شارك فيها المعنيون الأربعة، وهم إضافة إلى الجزائر المغرب وجبهة البوليزاريو وموريتانيا. وتحافظ الجزائر منذ نشوب الصراع بين المغرب والجبهة في سبعينيات القرن الماضي على موقفها الداعم للجبهة، كما تدعو الجمهورية التي أعلن عنها عن جانب واحد وهي جمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع عدد من الدول العالم وتسعى إلى إقامتها مع المزيد مما يعزز موقفها من المغرب الذي تصفه الجبهة والجزائر بأنه دولة احتلال. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يختار المنتخب الوطني المرابطون كأفضل منتخب إفريقي خلال العام 2018. ترقب في نواكشوط لمسيرة يحضرها الرئيس الموريتاني ضد خطاب الكراهية والتفرقة وتقاطعها أحزاب منتدى المعارضة. البنك المركزي الموريتاني يعلن في بيان صادر عنه أن الأوراق النقدية الممزقة صالحة للتداول والدفع. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله. السلام عليكم.